الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وهرين وحن ألقى السلام إياه قدوميها أقولها وكيل لها كحقين نديسة حبنها بارلمانكا أقولها وكيل لها شقالها صحافة هي مرت شرف بكالة تشوقبة. وحن كما هذنا قلنا وقوه رأيي حان كوي هذا طلقات كي وقت قدارة فردين يضو مر الحاضرين مقعيضة يضا مر السيفيقة مر خضضو تاس وحوي يهدنا لقي سنة سياسية اوغا تنقف لبا وحو قرنك وكم التليو. وذي كما هذنا قلنا وقوه رأيي وربحين تهيئة عامس كقرنك هيدا عامس كقربكو وحكمتها هيدا كل عصب نظام كين الدولة نمو سنة كين الدافي لبكم كوبي الله باتنكا بشي سي كوباد أيام مدى حوينه تقريتو كسو ساري كدي مركيو دريمي باهي لو قبو إن دلكو أوهلو عامس الدوينها نسيد الله يراهدو وحنو نهاي ودك كليا عامس كلاهن يوم لا ودك دين عن نجح كوفرتا الصوماليا وصاب ترايت هاي وحوي ظروفه إننا وظروف السياسة ده مدح حين جم رينهين هي قلنا وعلاد يهرب شد مركا إله ما نكون مهذين هنا المانتا ينوه القشي فهذا كان تنا وحوجوي ترين كان المانتا واحد ثابنا يا إن وحوج بدن المانتا دعوة نفاد يمال إنه جيست أو حوي جديد كنا وسدي لها يكش جينا برتو تهاي مرة نفع مرة نبت هذا لهذا بأس شديدة تها تاس وعي كان تا لما شبضا وعي كان تا دعوة وعي كان تا هنتي بربرتا تبى ذي نوع وحي نقطتي وحي ننهرو وقونو لدرجة كنا يمرك مكتي دبلوغون نقضه وقياس كريسان أنت وكف اللاني قف وحجارين ثور اللي يسكون فتاي بيتكتي والله ما دور كيس نضاد بقف هراكو كلامها لكن مركي انت لا سمح الله وقوارد ذا نايتمي أفر بقول هي إيه لبية تضباطا أي سنة كينا دافيو كلية لمشاة لا وعفر كم بني بدا دافيا جاديد كملين ميس تاس وحيو باهتي يعني كي تبا كاري لها ما بقول كريال لها ما بقول كاري ما الله ماذا بقول الله تراري لها يعني كي تبا كجاديد كليه إن أنا يسكتان نقارن، وحيدنا يسكت مر كائن نقدانه، قياديت كائن العيمس، شرع الإسلام كنا وافق سن، ويكون مدي سينه، ووحي كوي ما عدا، أي كوي داجا، الله إلى عليه، تاسرة وحي باهتة، إن الرقابية أما سوبرفيشن، هي رجليش الله سبحانه يساس هي تكتم، سنة كيان نشري، هي دو وحن نوسا ما ين حفيز كي كوش شقين لهاي، شقاري شقين لها، أجب كي لغو شقين لها. أيانو ديارنا وحنا نسيب وناك نون نقطتي قولي كن كهري إنه ناس وتجليي حير كأساس كهيدا يأودي لو شقين إيه ناس وتجلي شيء إني في شيء كي كرنا يسقو مال برايا أيا قولي هر وقت وادي دم هذاي قولي هنا عصب أيو لك وسدي أنا قهر شيء إن شاء الله يسقونا وقت كي سر وقعدنا يو إن وقولهنا وواجبات كي تستورة كجدد دونه مركب حوالي وقهرين waxaan rabaa inaan sheego inta uu qabsoontay hay'adda waxaanu sameynay istaraatiijiyadii shanta sano ee soo socda iyo week plan-kii sanadka lixda bilood iyo saddexda bilood balaha marka istaraatiijiyadii lagu shaqeynayo waa diyaarinay siyaasadii guud ee adduunka la jaanqaadi lahayd ee siyaasadda guud ee qaranka waa u sameynay anigu waan ku badinaynin وحيابها كلا إيه عن ربنا إن أنا ذي كعصرنا والله بقضى وعشرته مشكلة ده هو إن ما أنت يا دكتور هنا عايم مثل أنت تذكر إنه مركب عقاش سفران وتقدر بان وتقدر برعه وعنو تقني حمام كل هذا بربرة هرجيسا نكو قبل وكشوبية الشرر عقاشي يدذك يكل جم وحنو خذ يا كتير جنها نبتة جديد كجيسته لكن مركب نقطة إلى هلا سعيمي لي ولا وحنا يا قارئ يقول أنا قول وايمسا
laba boqol baa laga qaadayaa sanadkii bal cabdi ha iga horeeyo caasha ha iga horeyso waxay noqonaysaa inaan waxba inoo dhaqaaqin marka inagoo raacayna nidaamkeennii waxaanu jecel lahaa inuu noqdo wax inoo shaqeeya oo mushkiladii waxaa jirta qaacido tidhaahda maa laa yatimu bihi lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibu wixii aanay waajibku ku dhammaystirmaynin ilaa isaga la helo waajib buu noqdaa sida salaadu marka loo baahan yahay waajib dee wuduu wuxuu noqonayaa ama weysada waxay noqonaysaa waajib marka waxaanu u baahan nahay sidaynu u dhaqan gelin lahayn innagoo sharaaca islaamka waafajinayna innagoo maslaxadeenna waafajinayna waxa rabaynu dhaqan gelinno wixii ay shaqeeya ee aanay naga noqon af waayo baahidii waa waxayna taabanaysa oo dadkiina soo gaarayso waa wax nafti iyo maalkii dee gaaray oon maalin walba arkayno gebilaya inta u dhaxaysa haargeysa dee inta dhimanaysa dhaawaca hantida burburaysa marka horta ta ugu weyn la tacaalayna aanu isleenahay wax ka qabta waa taa qaybaha kale midda labaad uu leeyay waxa weye dadkeennu aqoon badan uma laha waa in aqoon fara badan aynu dibadda kala nimaado waa inaynu faham iyo wacyigelin badan samayno waxaan filayaa baarlamaankuna waxaan ka codsanayaa oo igu horreeya wax walbaba hay-adda caymisku waxay u baahan tahay hadday tahay sharci ku ilaalinta hadday tahay la shaqaynta hadday tahay wacyigelinta hadday tahay xeerka laftiisa yaalla in si muuqato qarannimo ah innagoo wixii kale ee farq inoo dhexeeyaba halkaa iska dhigayna aan ka wada shaqayno iyo weliba wixii kale qarabku u baahan yahayba taa waxa weeye way ka codsanayna waan soo jeedinaynaa weliba gaar ahaan guddiga dhaqaalahana waa iska aragnay haddana waan ku celinayaa golaweynaha waxaanu jeclay xeerka caymiska ee shirkadaha caymiska inaa idinku wixii aa u aragtaan inuu dalka iyo diinteenna iyo lafaheenna uu dan u yahay inaad ugu horraysiisaan oo xeerarka lagama maarmaanka weeye noo dedejisaan ama inoo dedejisaan siduu noogu dhaqangalo codsigaygu waa intaa taa kale la yidhi de waxa weeye nin wale wuxuu abiilkiisa sheeganayana dee waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta baarlamaanka nin badan baa soo fadhiyey rag badan baanu ansixinay kuwaanu siyaasad iskaga soo kala horjeedno kuwaanu istaageersannahay kuwaanu isku xisbi ahayn kuwaanu kala xisbi ahayn kuwaanu mar isku feker ahayn kuwaanu kala duwanayn anigu waxaan qabaa inaad dastuurka iyo waajibaadkiina ka gudataan waxa weeye waxaan rajaynayaa in qof walba lagu qiimeeyo muxuu qabanayaa muxuu yahay codsigaana waan la qaba waxaan leeyahay haddii aan la idankeeda leeyahay dee naansixiyo qarankaan u shaqaynee balna eega asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu